حدثنا أبو خالد المروزي قال سمعت المروزي كان شيخ الدنيا أحمد بن منصور الدراجي وهو راوية النضر بن شميد، النضر بن شميد عالم اللغة وهو خطيب البحر اقرأ من ذلك. سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. طبعا لأنه هذا احتياطا، لأنه طالما الإنسان كان الحقيقة الإنسان ابن عادته وابن الغالب عليه، فالإنسان يغلو عليه الكذب ولا يتحرى الصدق، يعني بنكيله إلى نكله إلى مجموع أمره، لأن الإنسان من عاداته حتى في التربية في المعاملة مع الناس بنكل الأمر إلى الغالب، كما قال ابن مبارك من كان فضله أكثر من نقصه وهبنا من فضله لنقصه، يعني هب عندنا بغالب أحوال العالم بغالب أحوال العبد ليس بالندرة، الندرة بهذا ظلمناه، لو أخذنا موقفا من حياته ظلمناه، بل عموم الغالب من حياته. افرق من وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. نعم. بدء التفتيش عن الأسانيد، قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة. لماذا يا مولانا؟ ما كنا نمسي ولا نبي مكه الصحابه لا الاراده، وهم يعلمون علما يقينيا بان لو ان حاول حتى الكذب هو لا يستطيع، وسبحان الله هذا في المركوز العربي لا يقصر عنه الكذب، دليل قول عن ابا الاسلام لولا ان يسيروا عني كذبا ليس راء طويل لكذب. وانا اقول كما قال بعض العلماء ان الحاجه ليست داعيه للعرب الكذب. رجل عنده بنيمات والحياة بسيطة جدا، لا يوجد تنازع ولا يوجد يعني تقاتل على الدنيا، أنا أقول ما الحاجة لأن يكذب؟ وهو حياته بسيطة جدا العربي، وطبعا هي مركوزة في الفطرة الأخلاقية، إن هو يعني يموت ولا يكذب، ما عنده مسألة الكذب أو النفاق. حتى ما عنده شيء يسمى بالدبلوماسية الآن اللغة المعاصرة، العرب قديما ما كان عندهم، يعني حتى كان بعض الناس كتب عميلة الحكم السبعة وكان يصف العرب هو ليس عربيا، إن العرب عندهم الأبيض والأسود، ما عندهم الألوان البينية، يعني ما عندهم شيء رمادية. فتجد ما شاء الله عندهم معيارية دخلوا عليها عن مسألة الصدق والوفاء بالعهد وانه تزول الجبال ولا يغدرون ومساله الخيانه ومساله ان يفي بكلمته حتى لا بد ذلك القتل هي مركوزه يعني. طبعا يعني سبحان الله اناس قاتلوا من اجل الكتاب وورثوا لم يرثوا الكتاب، يعني لا يعرف الاسلام ولا يعرف الجاهليه، ودافعوا عن الدين وارواحهم وبذلوا الموال وبذلوا انفس ما يملكون يعني من حياتهم لاجل هذا الدين، هل يتخيل منه يعني الكذب؟ وقدم كذا على هذه القضيه العلامه بن وزير اليمن في كتابه الروض الباسط للزبر عن سلطه ابو القاسم اللي هي مركوزيه الصحابه وعنايتهم بالدين، اناس عادوا يعني قاتلوا اباءهم وعادوا دين الاباء والاجداد وبذلوا كل ما يملكون، هل هؤلاء يتصور منهم كذب؟ الجواب لا. ابدا المهم. كان في الزمان الاول لا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه سالوا عن الاسناد لكي ياخذوا حديث اهل السنه ويدعوا حديث اهل البدع. قال ابن رجب هذا الاثر خرجه مسلم في مقدمه كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن اسماعيل بن زكريا به ولفظه، قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فيوخر الى اهل السنه ما
فيؤخذ حديثه، وينقل الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثه. طبعا يا شيخ البدعه ليس لذات البدعه. طبعا العلماء احتاطوا جدا، لان قد يكون الانسان بدعه فيكون صاحب هوى يحمله ذلك على التزيين في الحديث من اجل بدعته او زياده او نقصان من اجل البدعه. اما لو هو يعني ضابط حديثي وليس عنده ما يحمله على الكذب، العلماء يقولون كما سنقول في مبحث البدعه. ابدا بالله. وخرجه ابو بكر الخطيب من طريق احمد من احمد بن سيار، قال حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينه الداخله ابو عبد الله الاصم، قال حدثنا اسماعيل بن زكريا فذكره. وخرجه ايضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه. وابن سيرين رضي الله عنه هو اول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير شيخ مدرسة ابن سيرين ومن تبعه من مدرسة البصرة، لأنهم يحفظون جدا بدرجة عندهم كما نقول باختلاف الرفع والوقف يقصرون به احتياطا، لدرجة أن غالب هذه المدرسة يا شيخ حمزة قد يصح أعني عنهم الوجه أعني الوجه المرفوع أن أكون معهم، ويقصرون أيضا في الزيادة والنقصان، يعني تعمدوا ارسال الموصول بوقف مرفوع احتياطا. فبالغالب هذه المدرسه يعني مدرسه ابن سيرين والسختيان وحماد بن زيد ومسعر بن كدام، هؤلاء كانوا يتعمدون احتياطا ارسال الموصول يعني يقصرون به، والحديث لو به رفع ووقف يجعلونه موقوفا احتياطا منهم رضي الله تعالى عنهم. طبعا ابن سيرين يعني مذهبه النقدي ومعالم منهجه كنا نحتاج من الباحثين المعاصرين بدلا من ان يقول والله يا مولانا اضبط البركه والبئر جف، ان في دراسات يعني شخصيه كابن سبيل ومعلمها النقدي وانتقاد للرواه ومنهجه في الاحتياط في الاخبار قد يحتاج الى يعني القاء الضوء عليه، خاصه معالم الروايه سواء في البصره او في يعني يحتاج الى دراسه. اقرا منها. وقد روي عنه من غير وجه انه قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. وفي روايه عنه انه قال ان هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن ياخذ دينه. قال يعقوب بن شيبه قلت ليحيى بن معين. انا مشايخ من خلال هذه المقوله، هذه المقوله ان التلميذ من شيخ والشيخ من طلاب علاقه لازميه. يعني لا يقول احد من اجل ذلك الكلام ان تكون اهل الديانه والورع واتقان، لان هذا يؤثر في الطالب على حسب ما يرى من منهجيه شيخه. وجد من الشيخ تساهلا، وجد الشيخ ينام في مجلس السماء، هينتقل له حتى ولو لم يرد، هي تنتقل ليست اجتهادا منك يا موسى بل تلقائيا. وجدت الشيخ مثلا في الهاتف في مثلا مجلس في محافظ القران ويتكلم في التليفون وانت تقرا، ما وجدت عند الشيخ. هتجد سبحان الله انت لو لم يكن لك من الشيوخ الاخرين وجدت تعود الى بلادك وتصنع هذا كما علمت من شيخ. وجدت الشيخ متقن يعني اذا حضر الدرس يقول الهاتف ويقرا عليك ولا يدع لك الحرف ولا الهمسات ولا الترقيق ولا الترقيق ولا اي شيء، هتجد بالضروره ينتقل. حتى عندما نرى قراءة جيدة إتقان، من شيخ؟ لا نسأل القارئ هل اجتهدت؟ من شيخ؟ يعني وكلنا الإتقان إلى الشيخ. من شيخك يا بني؟ يقول لك جاء بوست القنطرة. لماذا؟ لأن لتأثير الشيخ فيه. والعكس بالعكس، لو أن الشيخ غير متقن أو الشيخ لا يعتني فتجد الطالب يتساهل بالإجازة يتساهل، وهكذا للاسف تجد مثلا من يتساهل هو اخذ هذا المنهج من شيخه فتساهل خلاص عاده، بخلاف لو انه اتقنه وذهب الى شيء ممكن لا يجيز الا بحقه، فتجد انه ينتقل هذا الى الطلاب والطلاب الى طلابه، وهكذا انتقل المنهج النقدي الحديثي من صحابه رسول الله ثم التابعين ثم ائمه النقد، لكن ما شاء الله سلسله مباركه ينتقل فيها الاتقان والامانه والتدين معلم. والدليل على ذلك ان ابا حاتم ابي حاتم الرازي 327
أدار أدار مقدمة الجرح والتعديل على هذه القضية أنهم أئمة في دينهم وورعهم وجهودهم وأمانتهم والتقل ذكر ذلك من الصحابة إلى أئمة التابعين إلى المدارس الحديثة. عقد البلد الأول كل المجلد الأول على هذه القضية. يعني يا هذا إن قرأت شيئاً عن أيوب السختياني فاعلم أن أيوب كان من العباد وكان ممن يشار إليه وكان ممن يستسقى به إلى آخره. يا فلان إن رأيت كذا حتى تعلم أن هذه أمانات وشهادات وليس أن فلان قال ذلك تشريعياً في غيره أو يتكئ على كاتب ويقول هذا صدوق وهذا حسب وهذا مدروك. لا دونها الأعمار والفيات والصحاري والمال وغير ذلك حتى وصلوا إلى هذا المعلم الدقيق رضي الله تعالى عنه. اقرأ يا شيخ. قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف عهدا من التابعين كان يلتقي الرجال كما كان ابن سيرين يلتقيهم؟ فقال برأسه أيضا. قال يعقوب بن شيبة كلمة لهنا لا تعني النفي المطلق ولكن هو شهر به واعتنى به. والإنسان عندما يجد من يعتني فكأنه يعني لا يذكر من لم يعتني أو مثله، إنما لا يعني عدم الوجود. واضح مولانا؟ اقرأ يا سيدي. قال يعقوب وسمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد لا تعلم عهدا أول منه محمد بن سيرين ثم كان أيوب وابن عون ثم كان شعبة ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. طبعا يحيى بن سعيد الخطان رضي الله تعالى عنه 192 وعبد الرحمن المهدي يعني مدرسه مباركه مدرسه مباركه ولها من الاتقان ما لها. اقرا المولانا. قلت لعلي فمالك بن انس فقال اخبرني سفيان بن عيينه قال ما كان اشد انتقاء مالك عن رجال. وروى الامام ان مالكا ذكر في من لا يروي عن الثقات إلا لما ابتلي بالعمري وعبد الكريم بن أبي مخالب. هذا ابتلاء يعني لا يروى عن ثقة إلا أبي مخالب حتى لما سئل مالك لأن عبد الكريم لم يكن أهل المدينة كان غريبا فمالك حسن قول فيه ونفس النظام في العمري غرني بكسرة جلوسه في المسجد لما ورد من أن البيت المسجد أعني بيت كل تقييم. فهذه معيارية للإمام مالك غالبا مسألة الانتقاء هذه كان له عن الثقات. هذه قضية أغلبية. لماذا؟ لأن الطالب المبتدئ لا ينتقل. من عادة المحدثين إذا كتبت فقمش وإذا حدثت فبدش. متى يأتي هذا؟ الطالب المبتدئ إنما لا يرتقي إلى الانتقاء من شيوخه إلا مثلا يعني لو أن طالبا أتى إلى أصول الدين أو أتى إلى مصر يأتي من ماليزيا أو تونسيا أو أي دولة هل يستطيع الانتقاء يا حمزة؟ عندما يخبر الشيوخ يظهر لسنتين ثلاثة أربعة ويتخرج في العلم ينتقل إلى فلان هذا فلان هذا. فنقول إن قضية انتقاء الشيوخ أو مسألة التوثيق الجماعي قضية أغلبية يعني في الغالب لما نقول أن فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبا لو حدث انخرام يعامل بقتل وتظل القضية منضبطة معنا أن هؤلاء ينتقون من شيوخهم كما كان الإمام أحمد يعلم لعبد الله ولده يعني يقول حتى كان يستأذنه ولي ميزة لعبد الله بن أحمد إن كان يستأذنه يأذن له برواية عن فلان وفلان وهذا انتقاء وأحمد إمام المبجل المفخر يا بني اروع عن فلان لا تروع عن فلان. فقضية الانتقاء قضية أغلبية يعني في الغالب حتى لا يعكر عليه أحد بمالك بعض شيوخه أو بعض الشيوخ فلان وفلان. والعلماء يعني بعض الدراسات الحديثة ذكروا حوالي 90 عالما ممن كانوا ينتقون. بعض الناس يعني وسع الدائرة وصل إلى 314 أنا أقول هذه المبالغات. يعني يأتي بقول ممكن يكون ضعيف ويعتمد عليه أن فلان قال فلان ينتقي أو أحاديثه نقارة أو كذا ولكن لما رجعت بعض عمله وجدت أنه فهم الأقوال يعني لم يفهم بدقتها على غير وجهها يعني ليس بمدح وجعله ممن يتقون فيعني يعني الغالب يعني الدراسه التي وصلت الى السنين تزيد او تقل هذه ادق هو ادب بالشيء وادب بالمعارض انما التوسع في هذا بدون مستند
وبدون دراسة طبقية أرى أن هو من قبيل جمع الأقوال، فلا يحكي الباب، يعني لا تعتقد أن فلانا قال بأن فلان يقوم ينتقل الثقات وليس له أعمال نقدية ولم يشهر بذلك عند أهل العلم. اقرأ المهم. قال وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار. المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب. ما عندنا الكذاب والنبيل، أما الكذاب فالمختار، وأما النبيل فمن؟ الحجاج بن يوسف كما قالت أم سيدة أسماء رضي الله تعالى عنه، أنت نبيل ولا أراك إلا هو. يعني جراء ما صنع في الصحابة وصنع في الأمة، ويعني كما قال الإمام الزهبي في ترجمته: وله حسنات مغمورة في محزون. يعني تعبير الزهبي دقيق حقيقة، وله حسنات يعني الفتوحات وبعض الأشياء ولكنها مغمورة في محزون. فيعني هذا الطيب العبيد الثقفي متوفى مشايخ يعني بعد 61، يعني هذا يبين لنا ان بعد هذا الزمان خلاص ابتدت تأسيس الدولة الأموية، يبتدي يحدث الفتن ويدخل المخيال الفارسي أيضا، يبتدي العملية سبحان الله يعني إيه، يبتدي أهل الحديث يحتاطوا بقى. فلما سموا لنا رجال وخلاص أصبحوا عندهم مسألة الشك النقدي إن ليس الأصل العكس، خلاص بسبب الفتن والحوادث العظيمة. اقرأ المهم. وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام. بسبب هذه الكثرة أصبح أهل الجهاز النبذي الحديثي يبتدي يظهر، سبحان الله جلد الدم من حفظ الله الدين. تخيل لو أهمل هذا الجهاز النبذي، يعني ابن سيرين والحسن وقتادة وكل هؤلاء أهملوا هذه القضية، هيأتي تأثير الأمة تبعد. ولكن سبحان الله جندهم الله وسخرهم لهذا الأمر وتكلموا في هذا الامر من باب الديانه ليس تشريع، لكن الحفاظ على الدين. اقرا هناك. وسبب هذا انه كثر الكذب على علي في تلك الايام كما روى شريك عن ابي اسحاق قال سمعت شريك بن عبد الله النخعي وهو من المقدمين في ابي اسحاق، بل هو رقم 4 بعد سفيان وشعبه واسرائيل حفيده، ثم الرابع من؟ شريك بن عبد الله النخعي. هذا على الراجل الشريك سفيان شعبة إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثم الرابع أعني شريك ابن عبد الله النخعي رضي الله تعالى عنه. والرجل في حال المشايخ أنه صدوق لا أقوى يحسن حديثه في غير ما وهم فيه. اقرأ هنا. سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي قال ما له قتل ابن الله أي إصابة شانه وأي إصابة شانه وأي حديث أفسده. نعم. وروى يونس بن أبي إسحاق عن سلة بن يوسف. يونس لا عن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي هذا ولد ابنه، يونس عن أبي إسحاق فكر مولاه. عن سلة بن يوسف العبسي قال قال الله ابن المختار أي شيعة أفسد، أي شيعة أفسد وأي حديث شانه. خرجه الجوزجاني وقال كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا. طبعا الواقع العملي المشايخ حقيقة أن بعض الناس قد يلقي بالشبهات على فلان أن مسألة المال وتأثيرها على الرواه، يعني ومسألة يعني الولاء وهذه القضايا. لنا في فتنة خلق القرآن وكان الخليفة هو القائم على أمره، ما استطاع أن يأتي بحديث يلعب أمر هذه الفتنة. يعني هذه حجة دامغة وحجة قاطعة لمن قال إن التأثير بالجانب النقدي بني أمية وبني العباس. لو كان الأمر هكذا لوجدنا إمرويات، خاصة إن دي فتنة كبيرة، وكان صدر لها أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وقتل فيها بويتي 231. فلو كان كما يخوي للمخيال العلماني أو الحداثي إن كان أهل الحديث من أجل أن يعطوا نوالا
يعني يأتون بأحاديث، وهذا يدلل على غفلة هؤلاء عن الواقع الحديث. يعني سبحان الله، مثلا شعبة أو سفيان أو كذا، تتبع الحياة العملية لهم أنهم أبعد ما يكون عن هذا الأمر، وأنهم خاصة أذهب النفس في هذه الحياة في الدنيا، وأن الكسرة من الخبز أو العجين أو الدقيق يجزئهم، يعني فكسرة الخبز تجزئ هؤلاء، فهؤلاء يحكمون كما يعني فسر عن الإمام الزهري لما سأله بعض يعني هشام بن عبد الملك، وكان يعني لهم خصومة مع سيدنا علي، من الذي تولى عن كبر حديث الكفر، فكان يود أن يقول أنه علي بن أبي طالب، فسأل بعض العلماء وكان مع الزهري فقال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، يعني خرج خروج يعني خروج وخلاص يعني. فأتى الأمر إلى الإمام الزهري قال ما تقول؟ قال من الذي تولى كبر هذا هو أبي بن سلول وعليه وظل. فقال أنت تكذب. فالإمام الزهري غضب وقال أنا أكذب؟ لا أبا لك، وتحمل على كذا معنى لا أبا لك، تحمل على الذنب وعلى المدح، على المدح المشايخ لا أبا لك، يعني أنك رجل عصامي اعتمدت على نفسك لم تعتمد على إرث أو مجد سابق من أجدادك، وقد تحمل على الذنب أنك يعني نعيم نقيض لا نسب لك. وقال وأي الله لو أن النبي النادي نادى من قبل الله أن الكذب حلال لكذب. سيدنا الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه ولو السنة وعليه منار السنة توفى 124. فهي مشايخ حقيقة مسألة المخيال السياسي وكذا، وبعض الناس بينسج وينتج خيوط على هذه القضية، وفي الأصل لا 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 واقع لها من جانب الحديث حقيقة، بدليل أن الأهل الحديث لو رأوا من محدث ذهب إلى السلطان فقط لم يصنع شيء، تجنبوا حديثه، وذلك كما في ترجمة أحمد ابن عبد الملك الحراني، الرجل كان من أهل حران وتكلموا فيه بكلام سوء جدا، وابن أمية وبعض العلماء أخذ شهادات قوم هذا الرجل. الإمام أحمد قال الرجل ثقة. لما يا أحمد؟ قال الرجل أهل حران قلما يسيئون، يعني قلما يرضون عن إنسان، وقلما يرضون عن إنسان، كانت الرجل هذا الرجل له ضيعة يعني بستان، وكانت بينه وبين جاره خصومة، فكان يذهب إلى السلطة لأخذ الحق. يعني إذا وصلنا إلى هذا الحد عندما يعني شكوا أنه ذهب لا يعرفون لما ذهب، فهذا يعني يدل على أن وجود المخيال السياسي وتأثيره في سبل المحدثين ليس بالزخم أو يعني معروف ومنضبط، وكان الغالب يلجؤون إلى الولاة لنصيحتهم ويعني والأمر المعروف والنهي عن المنكر أو يتجنب كما كان من صنيع سفيان الثوري وبعض علماء الحديث. ولماذا؟ لأن لماذا مشايخ يعني يدلون حولها كثيرا، لدرجة بعض الناس كتب رسالة الدكتوراه في هذا، لأنها من الخيال الاستشراقي. الظهور بقى المسألة ليست بهن من المستشرقين في إيطاليا وألمانيا، أخذوا هذه القضية ونسبوا حولها آلاف القصص في مخيالهم الدين عندهم، فأسقطوا ما عندهم على ما عندهم. تحليل القضية، تجزر القضية، لا ترد على شبهة وأنت معزل عن تجزيرها. هذا عماء حقيقة كما قال الغزالي، لابد من أصول المذاهب وتفكيك هذه المذاهب. فهي في المخيال الدين عندهم أسقطوا على المحدثين، ويعني من عندنا المفتون بالغرب من بني جدتنا أخذ هذه الأشياء ونسج حولها، إنما هو هل هي عنده فكر؟ هل هي عنده شيء حتى يرد عليه؟ الجواب لا، ما هو إلا مقلد، وكما قالوا إن المغادرة بأرضنا يستطيع، لا حركة له ولا قيمة له،
وانا انصح غالب الباحثين المعاصرين يعني انشغالهم الكثير بهؤلاء وتجد مدونات على الانترنت كثيرا ان يقول ليس كل واحد متعب. يعني رجل حتى ارسلني بعض الناس من خارج البلاد مدون يعني له اتباع وكذا، فانا قلت له وهل كل لاعب فهمت عليه؟ لا كده يعني تبنى الاقلام. يعني من هو؟ من هذا الرجل اصلا؟ هو المؤمن ايه؟ فدخلت يعني وارسلني فيديوهات، دخلت الرجل لا اعرف شيء يعني، فقلت له رجل ليس له علاقه باي شيء. حتى نقول لا يعرف كيف ينقل اصلا ولا قارئ اصلا. فلماذا اشغل نفسي بالتعليم؟ حقيقه دي اشكاليه كبيره لاشغال الباحثين بالردود هنا وهنا على الانترنت وعدم اتقان الجانب النقد الحديث. لا انا وجهه نظري يعني جماعه يعني ممكن يتوفر بعد التعلم والمنهجيه ترد على هؤلاء ردود كليه. انما ترد على فلان باسمي، انا اتضايق جدا لما اجد رساله دكتوراه ارد على فلان باسمي. لماذا؟ انت رد كلي منهجي عليه وعلى غيره وتقول تبقى. انما لا فلان وفلان يعني حوالي 40 رسائل 50 رساله فلان باسم فلان وفلان هو. هترد على بعض المخيال الشيعي تاتي برؤوس القضيه شبهات حول كذا وتتحضر. لا تسمي الان. ما الفائده؟ انتهينا من فلان سياتي لنا فلان. الى ما لا نهايه. وبذلك ما صنعنا شيئا. يقول لك ده رد على فلان، لا هي نفس اصول الشبهات عندهم واحده لدرجه انا اقول هم عجزوا اصلا. هو ياتي من الشيعه تلف عند الرباطيه، تاتي من الرباطيه عند الحلزيين، عند فلان، هي المشكلات الواحده. يعني حتى لا يهم ومن ايام ابن قتيبه، من ايام سيدنا شاف، هي تغيير في بعض المضامين، انما الفكره واحده. واضح يا مشايخ؟ فمساله يعني مساله السياسه، لان بعض الناس قد يقرا بعض النصوص فيظن ان السياسه لها تاثير زخم كبير على المحدثين. الجواب لا، لان اصلا المحدث كان يخرج من بيته بلا شيء الا رعايه ابيه وياتي من بلاد ما وراء النهر الى مصر. الرحله هو الذي قام بها واتى الى الشيخ موسى الى فلان الى فلان الى فلان وتعلم الحديث وعاد الى بلاده يحدث. فليس في الخيال اي جانب يتعلق بالسياسه تاثيرها اي محل اصلا. فهؤلاء غفلوا عن موقع المحدثين. ان الرحلات الكثيره هذه من المحدثين لم يكن احد له دخل بها الا المحدث من صميم ذاته خدمه لدين الله تعالى وانطلاقا من تدينه إيه؟ لا لشيء اخر. من ديني ان هذا الامر دين. انتهى القضيه. اقرا يا موسى. مساله في روايه المبتدئه، وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، هي الرواية عن أهل الأهوال والبدع. طبعا لو أن أحدكم قرأ في أول الميزان ترجمة الثانية أبان بن تغلب الكوفي، الإمام الشافعي قال شهير جد فلنا صدقه وعليه بدعته، أصبح الإمام الذهبي أعطانا معلما في التفرقة بين مفهوم البدعة، إن قد تطلق بمفهوم وتكون قديمة بمفهوم. وحتى فرق بين الرافضي الغالي وبين الشيعي اللي هو مثلا اقصى ما يصف اللي هو يمين لسيدنا علي لا يصف شيء عن شيخين ولا شيخين ولا يصف اي شيء. فالامام الذهبي اعطانا معلما في التفرقه حتى في امر البدعه على اي مفهوم تقال. لابد للباحث المعاصر ان يدقق اي مفهوم هنا، هل هو مبالغ المفهوم مثلا مصر، هل هي مما يتجاوز عنها كما قال احمد شيء كبير او شيء بسبب شبهه لو يعني نوصر لرجع عن بدعته الى اخره، فلا بد من التركيز في هذه القضيه. اقرا مولانا. فمنع الطائفه من الروايه عنه كما ذكر ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن ابي اسحاق وعن ابن حرب وغيرهم. وروى ابو اسحاق المزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال لا نسمعه من اهل الاهواء. خرجه ابن ابي حاتم. طبعا يا شيخ لا تسمعه من اهل الاهواء
يعني اللي هو التحذير العام بسبب الفتن وكذا، وان طالب الحديث يلتقي بالشيخ حتى يسأل له الحديث، يذهب لاهل البدع او رؤوس اهل البدع فياخذ منهم. ولكن بعض العلماء قد يكتب عمن هذا كما صنع شعبه وسفيان الثوري مع جابر بن جعفر. لما سئل حتى الثوري قال انا اعرف صدقه كذا واعرف تاثير بدع عنده، فسفيان الثوري لا يقاس عليه، فكان اعني تحذير للطلاب حتى لا يتشربوا الاهواء والبدع. اما الاصل ان الكبار يعرفون مرويات ويعرفون صدق فلان ويوضحون من حديث فلان دقه لمنهجه رضي الله تعالى عنه. اما السؤال او المجرئون في العلم فيحذرون من هؤلاء، لماذا؟ لئلا يتشربوا الاهواء فيظلون بعد ذلك رؤوسا في البدع تحذيرا للامم وطلاب العلم. ونقص طائفة في الرواية عنه إذا لم يستشهد بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. يعني أداروا الأمر على الضبط والصدق، وأهل الحديث أداروا الأمر على هذا المشهد. المعول المعول عندنا الضبط، وإلا لو فتحنا الباب كما قال الشافعي مثلا من أحد هذا متهم بالقدر وهذا بالتجارب وهذا بكذا وهذا بكذا. فالأصل عندنا كقبول الرواية ضبط الرأي، والبدع تعامل بقدرها. ولكن يعني ملاحظة من خلال دراستنا الأسانيد الكثيرة العملية أن غالب البدع أو غالب يعني بنسبة كبيرة لا تثبت حقيقة. يعني عندما تحرر في ترجمة بعض الرواة المشاهير مثلا بدعة معينة عند المحققة يعني وتتروى بها كثيرا قد لا تجدها ثابته. ايه البدعه؟ انه كان له اخ يقول بهذا القول فنسب اليه. يا مولانا الاخ جيء ويقول لك اخوه كما نحن نصنع الان اخوه كذا، يبقى اكيد لما حللنا الامر الرجل اصلا واقع العمل يرحل هذه المره. ولكن الناس تساهلا وتجوزا قالوا يعني اخوه كذا فهو يعني ايه ينتمي الى اخيه. وقد تجد ان البدعه قيلت له ظلما وعدوانا، لدرجه بعض الناس كان يتعلق باسرار الكعبه كما حكى ذلك عبد الرزاق، ويقول يا ربي انا بريء من رايك، انا بريء، يتعلق باسرار الكعبه حتى يبرأ، يعني حتى يشك الناس على درجه انه ما يستطيع ان يدفع بسبب مثلا الزكم وان تهم بهم سر فيتعلق باسرار الكعبه ليدفع عنه هذا. ايضا التحرير في هذا انا اظن ان الواقع العملي لمرويات الراوي هو ضابط لهذه القضيه، وتاثير الاقوال نفسها وهل هي ثابته غير ثابته، فلا بد ان نتحرى من هذا. لا نقول فلان كذا وهل هو رجع ولا لم يرجع، وهل هو مثلا ظل على بدعته، وهل الواقع يؤيد هذا؟ لابد من معاودة. ونجد الشيخ ابن حجر في الهدى السابق فصل 9 رضي الله تعالى عنه، يعني أبان عن الأهمية الدقيقة في هذه الهدى. لا ابن حجر في الفصل 9 أعني الهدى السابق أو من هذه السابق كثيرا ما يأتي مثلا الراوي يقول لك ولم تسكت، ومثلا في بعض الأحيان يقول وهو براء منها، وأن الراجح خلاف هذا، وأن كذا كما في ترجمة الصحابي عن أو طفيل عن المواسلة الصحابي الجليل دون التشيع. الشيخ ابن حجر يقول والراجح خلاف هذا، والرجل صحابي جليل أجمعه كذا، ويظل يدفع هذا. فبنجد إن مسألة إن الرمي بالبدعة قد يكون له خطار معين، منازعة، ممكن بعض العلماء ينازع بعض الطلاب فيرمي الطالب بالبدعة فتظل الطلاب ينسبونها اليه وهو براء منها، الى غير ذلك من هذه القضايا يتأنى فيها ويتأمل فيها. ليس معنى ان فلانا الا ان وجدنا اجماعا من ائمه المحدثين وشاهد الواقع العملي من ضوء مرويات المحدث انه يقول بهذا القول او انه له اثار كثيره انه قائل بتلكم البدع. اقرا يا مولانا. وقال ابن المديني وتركت اهل المصر للقدر، وتركت اهل الكوفه للتشيع، فقرب بهم الدنيا. نعم.
وطرف طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره منهم ابن المبارك. طبعا الداعية للشيخ احتياطا أيضا، لأن الداعية الآن هذا رأس بهذا الأمر، فالآن الحديث يخافون من أنه رئيس هذا الأمر، وأن الأمر إليه أنه قد يأتي يحسن البدعة، يأتي بعض المرويات، يأتي بعض الأشياء تعمدا، فمن أجل هذا منعوا ذلك احتياطا، من كان رأسا في الأمر، لأنه عنده قد يكون الهوى والإمامة والزعامة، وكثيرا ما جعل هذا الأمر كما في وفد نجران اللي هو المباهلة مع وفد نجران، قال تعس من أبعد يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أخوه وكان حبرا، قال إني أعلم أنه للنبي آخر زمان، قال نعم، ولكن ما تعس أن نفعل وبيدنا من المال والثروة والجاه، فلو أمن به ما نقص. فيعني الرأس يختلف خلاف، لأن الرأس يكون مدار المصالح والمفاسد والدنيا والصولجان والمجال على هذا الأمر، فقد يودي بدينه من أجل الثبات على ملكه أو على زعامته أو على إرثه أو على ما. اقرأ كما منه ابن المبارك والمهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ورضي أيضا عن ذلك، والمانعون من الرواية لهم أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيرهم، وفيه خلاف مشهور. رؤوس البدع وهم المؤسسون لها، ويعني لم يعم عليهم ولم يلبس عليهم، بل هم مدعون وهم هم، فهم يعني في الغالب يعني يكون يعني يتحملوا الأوزار، ويكون مآل هؤلاء كثير، خاصة يعني من يقول مثلا في تحريف القرآن أو تحريف الصحابة إلى آخره. أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقه، أو تفسيقه وفيه خلاف مشهور، والثاني الإيمان له والهجران والمحبة بلف الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو مسلمهم. ولكم مأخذ ثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب. هو منهج الاحتياط المشاهد، لا لأنه معه الهوى قد يحمله إلى تحسين الأمر، ولا سيما اذا كانت الروايه مما تعمد هوى الراوي. نعم. وقال عبد الرحمن البخاري عن ابن لهيعه انه سمع رجلا من اهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول: انظر هذا الحديث عما تقولونه، فانا قلنا اذا راينا رايا جعلناه محدثا. طبعا بعض السفهاء يقرا هذه نقول عند المحدثين انهم اهل البدع جعلوا المرويات بالمخيال الديني و أشياء كثيرة. يا مولانا يا هذا أنت لا تعقل حقيقة، لا تعرف الوجود العميقة بصف العلماء القرن الثاني، في كل قطر تجد مثلا أهل البصر، أهل الزيار، أهل مصر، علماء رؤوس، هو يظن أن كان الأمر مجرد، يعني لا يعرف أن الأمر حدث اسمها مدارات أهل الكوفة، مدارات أهل البصر، وأن لو في أي رواية سمعوها يذهبون إلى أصحاب السبيل، يذهبون إلى شعبة، يذهبون إلى الأعمش، فعنده رؤوس في العلم يرجع إليهم، لأجل ذلك يعني تفتقد عقلية ابن المديني، شيخ البخاري نظرية المدار نظرته، فإذا الإسناد يدور على دي نظرة كلية حتى يضمن لنا أن الأمر ليس أحاد الناس، بل عندنا رؤوس بهذا العلم جمعوا العلم عليه مدارات الأسنين، فلو حدث خلل يعرض عليه أين هؤلاء؟ درجة عندنا من يقول لك أين كان أصحاب أبي إسحاق حتى المناتور بأنت؟ أين كان شعبة فين؟ أبو إسحاق فين؟ وشريك الناحية يقول لزمت أبا إسحاق ألف غداة، أين هؤلاء؟ يعني الأمر مضطرب، لأن بعض الناس ما عنده، ومن أجل ذلك أقول إن تصور عصر الرواية له فهم وله أثر على فهم الرسل. تصور عصر الرواية، كيفية الرواية، الإدخال في الرواية، التلقين، مسألة التهمة بالكذب، البدعة، له أثر دقيق في فهمنا للرسل. المستشرقون على بكرة أبيه لم يؤتوا حظا من هذا، وأن له النبي عنه، بل أعجب هارلت
مرسكي وكان مدرس تحليل الأحاديث والجامع عندي، لقد يقول 50 عام في السنة، يعني له دراسات، يعني فهم سقيم حقيقة لأمر الأسانيد وأمر المدارات. 50 عام يقولها، لأنه تلقى عن الشيوخين بنفس فهمين. فسبحان الله، وتجد عندنا يعني أقول بعض الناس يحفل به ويحفل بهؤلاء ويشاهد به، رغم أنه أصلا لم يفهم، يعني قد يكون طالب في أولى أصول الدين أو في ثانية أصول الدين يتقن أو يجود الفهم عنه، لأنه هو أجنبي عن هذه العلوم، أجنبي عن تعلمها حقيقة، وورثها بالنقل هناك عن الفكر الاستشراقي. فمثلا يعني مسألة الاضطراب، أنا أقول يعني حقيقة أنا قلت لبعض طالبات لو تيسر، يعني هي الفكرة بالعربية ومن تواصل يعني إذا لم نزل إلى ألمانيا أتحاور معه، استحالة جدا حديث مضطرب يستطيع كشف الاضطراب، وأنا أقول تحديا لأي مستشرق لا يعرف هذه علومنا، كما يقول مولانا الشيخ محمود شاكر ابتدعت مع سجل الأمهات، فلا تأتي أنت أجنبي لا تعلم عنها شيء وتنازعنا فيها، استحالة استحالة. سيدنا الشافعي لما أراد العربية يعني صافية نقية ذهب إلى البابين وظل 17 عاما، لأنهم يبتدعون اللغة من سجل أمهاتهم. فجاءت هل يأتي أجنبي يعلمنا سنة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الهزيمة الفكرية حقيقة، وأن للمستشرق لا يعرف شيئا يعني أي شيء عن العربية أو غيرها أو علوم نفسها وأصول وغيرها، وهو مثلا بغير لغته وظل حوالي منقطع 30 عاما، ثم بعد ذلك أدار الأمر الدراسات الاستشراقية، أن له أن يمكن لدرجة يعني أنا بحتار جدا من بعض المنتسبين إلى العلم الحديث من المنهج، ويشك جدا ببعض المستشرقين وأهلهم وكذا، يعني كلام سبحان الله يعني نستغفر الله منه. وكأن هذا الأستاذ لم يحقق هذا الأمر ولم يقرأ أي أو أخذ كلها دعاية، هذا رجل موضوعي، هذا رجل مفكر، هذا ناقد، ونقل الناس عنه هذا. ألا قرأت كتاب هذا الرجل لتعرف المفاسد وكم المفاسد الموضوعة في هذا الكتاب؟ ولكن الهزيمة الفكرية وهيهات. اقرأ الأولى. يقول يا شيخ ما أفضل طريق لفهمه لتصور وفهم عصر الرواية؟ عصر الرواية إتمام قراءة كتب المتقدمين وعلى رأسها كتاب الكهوة والتعليم قصة المقدمين، مقدمات كتب الكهوة والتعليم مبينة عن تصور الواقع الحديث، يعني مقدمة ابن حبان المجروحين، مقدمة الإمام مسلم في صحيح، سيد أبي داود أهل مكة، مقدمة الكامل بن علي، مقدمة الإمام الكهوة والتعليم ابن أبي حاتم، هذه المقدمات بمجموعها موسى تعطيك تصورا دقيقا، لأن هذه المقدمات تعتبر معالم كلية، رؤية كلية، لأنه يقدم بها الكتاب يا موسى يا شيخ حمزة، فهو يعطيك كأنه على ربوة عالية، ويقول لك هنا البدعة المقدر، مسألة التمييز، الجهالة، كذا، ويعطيك تصور في تعامله مع التلقين، مع الإقبال، مع ضبط الرواية، مع صيغ التحمل والأداء، مع موضوع المكاتبة، مع المجادلة، كل هذا. كل علوم السنة، لأن علوم السنة استقيت من هذا الصنيع من هؤلاء. فلو أردت فهم علوم السنة فعود مرة ثانية إلى من أسس هذه العلوم وأنتجها بنفسه، أعني أئمة النبذ الحديثة رضي الله عنهم. ابدأ الإنسان. رواه المعارف عن ابن زياد عن أبي الأسود قال حدثني مؤمن بن جعفر فذكره بما أنا، وقال علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وعلى هذا المأخذ فقد استثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود ليس في أهل الأحوال أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا الحسن الأعرج وأبا حسان الأعرج
وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس ولا يجوز مما هو، لا يسلم عن الرافضة أنهم يكذبون. فرجب ابن أبي حاتم أنهم يرون أن الكذب من التقيا من دينه من شعائر دينه، فهو يكذب يعني ويسبح بالكذب ليل نهار، ما عنده مشكلة. بدليل يعني واذكر هذا ان الشيخ الكوسري يقول عن بعضهم، الشيخ محمد زايد الكوسري ورحمه الله عليه يقول عن بعضهم وظل معه 7 اعوام وكتب هذه المقالات ولم يعرف الا بعد 7 اعوام انه من الشيخ. اقرا هنا. طيب. قال عن الرابي يعني في دراسه اعتمد عن الرابي يعني الرابي مجرد قوم قوم رافضيه يعني لا 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 يلزم هكذا، على حسب الاسناد وعلى حسب هذا الحديث وكيف تعامل معه أئمة النقد، هل كانوا ينتقون من حديثه؟ هل يأخذون؟ هل يعني على حسب الرواية نفسها، لا نستطيع أن نأتي بأمر جملي إلا يعني إذا كان يعني مجمعا أو أن هذا الأمر، لأن المشايخ حقيقة تجد أقوال منسوبة إليه من رفض أو كذا، وعند المحققة لا نجد أنه يقول هذا. وأقسم بالأمر أنه يميل إلى سيدنا علي، أو أقسم بالأمر أنه يخالف سيدنا علي على الشيخ، إنما لم يكفر الشيخين ولم ينتقص منهم ولم يسب أحد من أصحاب رسول الله وكذا. هذا يتعامل معه بالمالية، هو يستفيد من تحرير الإمام الذهبي لترجمة أبان الكبر الشيعة، رغم أنه شيعي جد ولنا صدق وعليه التعليم. فنتعامل مع الرواية، وبعدين مثلا ممكن قد تكون الرواية لا تتعلق بأمر البدعة، يعني مثلا في يعني مثلا في الفضائل في باب الرقاب في من حافظ مثلا على 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 الصلوات أو كذا، لا علاقة لها البتة بالبدعة. قد تكون منقضة بإيه؟ قد تكون منقضة البدعة. كيف؟ يعني ضد البدعة، يعني يروي حديث ضده بدعته هو. يعني يروي يعني لا، هو المقصود العام ان البدعه لا تكون متعلقه بما يدعو اليه او بما او بمنهجه العقدي، فهو الحديث على حسب الواقع. ولكن حقيقه ائمه النقد كاحمد وابن معين بذلوا جهودا مضيئه في هذا، فلا يعني تصور عليهم بعض الطلاب قد وقال احمد ولا احمد اقوال احمد، لا جمع اقوال احمد في هذه القضايا واقوال ابن معين ومن جبريل ومن البخاري وكذا، هيعطيك خيوط تستشف منها كيف كان يتعامل معه. وهذا يدل يا مشايخ على اننا نعتني بالمقول، نعتني بالاقوال. بعض الطلاب للاسف يا مولانا الان ينقد المظلم على الشامله وينقد النص من التهذيب ويضعه في الرساله، لدرجة بعض الطلاب قال لي أنا ما قرأت ما أنقل. فكيف يعيش هذا مع علم؟ كيف يستفيد بأقوال أحد؟ كيف يحقق قدمه؟ فهي هذه المشكلة يا أستاذ، أننا نتحرى الأقوال. يعني أظن بعد لو رأوا في أقوال من أحمد وأقوال من المدين ومثلا نوي بزار والنسائي وكذا، ثم بعد ذلك بنأخذ الرواية أو الراوي ونرى أئمة النقد الحديثي خاصة كتب العلل كيف تعاملوا مع بدعته، خاصة كتب الفارس يعني فارس كتاب العلل لابن حاتم البلد السابع، هتنظر فيه وتشوف والله كان يحتملون كما قال الإمام أحمد، كان يحتمل حديث المنجاه، وهل فعلا غلو البدعة وبدعة مكبرة ولا بدعة يعني خفيفة أو تحتمل إلى آخره. فكل رواية شيخ موسى بقدرها. اقرأ مولانا. ومنه من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو. نعم. أردت خزيمة حديث عباد بن يعقوب. يقول عباد بن يعقوب الرواجدي قال حدثنا الثقة في دين الثقة في حديثه المتهم في دين بنفس اللفظ. عباد بن يعقوب الرواجدي اقرأ مولانا. وسئل ابن الأحمر لما ترك البخاري حديث أبا الطفيل؟ قال لأنه كان يفرق أيوه. كنا نود من سيدنا الشيخ ابن رجب أن يعني أن يتعقب هذا القول، هذا القول متعقب لأن البخاري أخرج لأبي الطفيل، وأبو الطفيل صحابي لا شك فيه ولا يؤثر فيه قول أحد،
لا سيما بالعصبية والهوى، ولكن أخرج له أحاديث قليلة يعني على حسب دقة البخاري في التقاء الروي. إنما القول أنه كان يفرط التشيع، الجواب هذا لا يثبت الإفراط في التشيع، بل كان يميل إلى سن عشر فقط. اقرأ المولد. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المخلفة كالتهجم والرفض والخارجية والقدر والبدع القول بقول الخوارج والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود يحتمل من المرجئة الحديثة ويمتق عن القدر إذا لم يكن داعية. وقال المروذي المروذي يا شيخ موسى المروذي بالذات والمروزي بالذات كلا أعني البلدتين في دولة تركمانستان الآن. مرو المروذ بالذات وينسب إليها المروذي، فمرو الشاهيان وينسب إليها المروزي، وبينهما حوالي 80 كيلو بين المدينتين. مرو الروذ وينسب إليها المروذي، ومرو الشاهيان ويقال ينسب إليها المروزي، فلا بد من ضبط هذا الأمر. مرة مشددة المروزي. المروذي. المكان الثاني. تركمانستان، دولة تركمانستان هو في. المروزي نسبة إلى. مرو الشاهيان. الشاهيان. طبعا ومنها كريمة المروزي، كريمة مروزي ومرو الشاهيان وليس المرو الروذي، وهي الآن محافظة مالي يا شيخ حمد، موجودة الآن باسم محافظة مالي في دولة تركمانستان، يعني هي على حدود أوزبكستان وطاجكستان وسط آسيا. اقرأ المولى. قال المروذي قال ابو عبد الله يحدث عن المرجئ اذا لم يكن داعيا. ولقد اتفق على مسلم في الجهم انه يروي عنه اذا لم يكن انه يروى عنه اذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام انه لا يروى عنه. ويخرج من هذا أن البدعة الغريبة كالتهجم يرد بها رواية مطلقة، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها رواية مطلقة أو يرد عن الداعية على روايتين. طبعا يا شيخ هذا ضابط عام من العلامة ابن رجب، ولكن عند المحققة وتطبيق العمل تعامل كل رواية بقدرها على حسب ما معك من الأقوال ومع ما يبتنف الرواية من قرائن الأحوال وملابسات. لا نستطيع بدليل أن ابن رجب نفسه لما سئل لهم في ذلك ضابط يضبطه قال لا، بل لهم في كل حديث نقد خاص، يعني أحال الأمر على القرائن. فالآن مسألة البدع لا نستطيع أن نأتي بها بأقوال جملية إن فلان داعية يرد لا يدعو بدعته خفيفة يقبل. لا، أنت معك الرواية ومعك تخريجها ومعك ملابساتها، تستطيع كنابل أن تحلل منها، ولكن ما يعطوننا خيوط نسير على طبيعها، لا أن تكون عصا أي شيء مخالف هذا النهج. ليس هذا معنى مقصد العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه. اقرأ المولى. الإسناد من الدين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. بقي مذهولا، بقي متحيرا لأنه ما عنده شيء، هذا معنى بقي، يعني بقي متحيرا، بقي ليس له أدلة وليس له جواب. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى. حبان أخبرنا حبان بن موسى قال أخبر بعبد الله حديث، فقال يحتاج لهذا أركان من آجل. يعني ما يحتاج إلى دعامة ذلك، يعني ده معنى التقوية بالمتابع من كلام ابن المبارك، يحتاج إلى هذا أركان، يعني إلى دعامة إلى متابعات وشواهد. اقرأ المولد. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده. أما قول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين فخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي
عن عباد عن عبد الله بن شيخ اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل اللي هو تلميذ ابن مبارك راويه عبد الله بن عثمان بن جبل اقرا مولانا عن عباد عنه الى قوله ما شاء وخرجه بتمامه ابن حبان في اول كتابه من طريق الحسين بن فرج عن عباد واما قوله الثاني وذكر مسلم ايضا قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن اسمه قال سمعت عبد الله يحيى بن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الاسناد قال وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراهيم بن عيسى قال قالي يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك فقال عبد الله يا ابا اسحاق عمن هذا قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقه عمن قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقه عمن قلت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز مفاوز يعني مسافات تنقطع فيها اعناق المطين يعني رواه كفايه مولانا تنقطع فيها اعناق المطين ولكن ليس في الصدقه اختلاف وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن الفرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثوري يقول الاسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فباي شيء يقاتل طبعا المشايخ المنظومه الاسلاميه يعني تفتقت عن ازهار الامه وتفردت بها امه الاسلام كما قال ابو علي الجيلاني نقلا عن زهري اسناد يعني ميزت هذه الامه بثلاث من الاسناد والانساب والاعراب فمساله الاسناد وانا اقول ود اهل الغرب لو اوتوا الاسناد كما اوتينا يعني حتى لو كنا لو اتونا باسانيد مزوره يا موسى لم يصل الى كتبهم مزوره يا مولانا لا اقول صحيحه وطبعا انفردت منظومه اهل السنه والجماعه عن المنظومه الشيعيه والمنظومه الباقيه يعني نقول هذا بالواقع العملي وليس تشهيريا او تعصبا بالمدرسه لهذه المدرسه وتلك ان سبحان الله يعني كما قال بركلوس وليفتخر اهل الحديث بعلم حديثين ما قال هذا من فراغ حقيقه وود هؤلاء لو تملكوا ظاهره الاسناد بشكل او نظريه الاسناد كما عندنا في المحدثين هذا شيء يعني عجيب من صنيع هذه الامه العظيمه وما رحله عن علم الحديثين الرحلات الطويله من اجل ضبط هذا الامر الا لضبطهم بعلومهم رضي الله تعالى عنهم فلا يستهين احد بهذه الجهود العملاقه خاصه ان غالب الطلاب من المعاصرين بينهم وبين الاسانيد مشكله والسبب يكمن ان الطلاب لم يتمرسوا بقراءه كتب السنه على طبق الاسناد الطلاب كانه في هاله بينهم وبين الاسناد يا شيخ عبد الله كانه في حاجه بحاجز نفسي يعني مثلا ما يقرا في اسانيد ابي معين في الحليه او الخطيب البغدادي او اسانيد المطوله يعني لان كان يعني يحدث لي هذا يعني كنت احب الكتب مجرده عن الاسانيد حتى كانوا يرون ان من خدمه كتب الحديث حذف الاسانيد واضح يا مشايخ لماذا لعدم تمرس الطالب في نظريه الاسانيد كان قديما ان الباحث بدني انه يقرا الكتب السته على الاقل على شيخ من الاسلام فهذا بيخفف عن الاطر البعد عن الاسانيد الطالب الان بياتي يقرا مثلا الاسانيد خاصه الكتاب كابن عبد البر او كتب ممكن لدرجه للاسف وجدت بعض النسخ لكتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع وبعض كتب الخطيب محذوفه في الاسانيد تباع في مكتبات الان وللاسف عليه بعض الاسماء لن اذكر اسماءهم ولكنكم عرفتم الكتاب ثم يقول واردنا ان نخدم السنه ونخدم العلم الجليل بحذف الاسانيد وانا لله الرجل يعني سبحان في مخيلته انه يخدم السنه
ولو وتجعله مصليا هو لا يعرف سبحان الله، لا يعرف ان الاسناد لا يمكن يحكم عليه باسناد يعني الخطيب البغدادي الى القائل يحيى بن معين. ففي بعض القضايا محلل ان هذا لم يثبت عن يحيى بن معين، هو حسب الاسناد يا مولانا، ويقول مثلا وقال يحيى وقال المدين وقال البخاري. فسبحان الله لنا اسانيد الى علمائنا حتى نتثبت هل هذا ثابت ولا لا يثبت. سبحان الله من دقة هذه الأمة حتى الأسانيد إلى علمائنا لم يقولوا عنه. يعني أقوال ابن مدين، أقوال ابن مهدي، أقوال الثوري، أقوال سبحان الله بالإسناد. وتجد الشيخ ابن عدي يأتي بالأسانيد منه إلى الثوري وقال الثوري وقال يحيى حتى يعلمنا معنى معك الإسناد. من أسند فقد أحالك على دراسة الإسناد، هو لم يرسله. لو ما كان من سهل جدا ان يتخففوا عن هذه الاسانيد لان لم تكن معهم اصلا وسائل الكتابه كما هو في عصرنا الان. فهم لم يتخففوا منها، لاني اقول لك يا ابي انا جمعت لك الاسانيد من شيوخي وهكذا نقلت الاسناد من كابر عن كابر الى البخاري الى يحيى بن معين. ما عليك الا ان تنظر. يعني انا شيخ مثلا من جراء النقد كثيرا ما ياتيني بعض الشبهات عن البخاري، قال البخاري كذا. أنا ماذا أصنع؟ لا أمر يمنة ملازم، أسند الإسناد لو ذكرها ابن عدي بالكامل من ابن عدي إلى البخاري أو مثلا من الخطيب إلى البخاري أو من عياض إلى البخاري فأحكم فأجد أن لا تثبت، خلاص أنهينا الرد. أما هو القول لم يثبت انتهت المشكلة. القول لا يثبت عن البخاري ماذا تريد؟ ولا نرد ولا أي شيء، خلاص انتهى. أبنت عبار هذا القائل وأن البخاري أصلاً لا أحتاج إلى تأويل قول البخاري أو توجيه قول البخاري لأنه لم يثبت أصلاً. وعندنا قاعدة فرقت عنها علماء البحث والنظرة، إن كنت ناقلاً فصحة وإن كنت مدعياً بالدليل. فأما والقول لم يثبت فلا يعول على أصلاً كذبه. واضح يا مولانا؟ اقرأ يا سيدي. وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بالفرج عن عبد الصمد بن حسان، سمعت الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وخرج أبو عامر بن عبد البر في أول التمهيد من طريق محمد بن خيبور، قال حدثنا حسين البغدادي. التمهيد مشاهد كتاب يعني بالفخامة والجلالة والمهابة وطوب يعني حقيقة شيخ حمزة كتاب رائع. وسبحان الله أتينا به بعض كلية أصول الدين من أجل العلل، ولكن للأسف الطلاب كما أقول مضغوط بالوقت خاصة لو هو مريد أو مدرس مساعد، فبيبقى في ضغط عليه وهو لا يستطيع خدمة الكتاب أو خدمة منهج الإمام ابن عبد البر ومنهج النقد في الإعلام، فتجد أنه مجهول بالوقت، فتجد أن الدراسات تطالب بها ولكن يعني 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 لا يقبل بها بعد ضياع 4 حوالي. وأنا أقول والله لهذا المريد أو المدرس المساعد أو كذا لو هو اتقى رب العالمين لا أتى بعمل جيد، ولكن هو أول ما بدأ وضع في خلقي انتهاء المدة، انتهاء المدة الضغط. وأنا أقول يا مشايخ العمل تحت ضغط عمل، ولكن لا إبداع فيه. العمل تحت ضغط هتعمل هتنتج ولكن لا إبداع. ائتني بعمل تحت ضغط، أن لي أن أنتج. أنت الآن أنت بمقال بعد ساعتين هتجمعه نعم وهينشر وقد يكون جيدا، ولكن لا إبداع فيه. العمل بالضبط يا موسى عمل ولكن لا خير، لأن الأعمال العظيمة والأعمال الرائقة تحتاج وقت. فالمعايشة بعض الطلاب وبعض الناس بيحاول يقلد سيدنا الشيخ ابن حجر في هذه السالة فبيأتي على نسبه. فأنا أقول الشيخ ابن حجر عايش هذا الكتاب 15 من الزمان. يقول لك المعايب يعني مقلد الشيخ ابن حجر بالإباجة وظن أنه بتقليده يصل إلى بويته، وسبحان الله ما قلت الكتاب وأنفق عليه وقت وكذا، ولكن ما قلت لأن الشيخ ابن حجر مؤسس لهذه المنهجية فرع معايشة للعلم. وهناك فرق بين من عاش للعلم وعاش به وبين من نقل العلم وتسول على موائد الناس أعني وسائل المعرفة تعايش المعلومة
خلاف أنني أنقل من هنا ومن هنا وأكون ثم أصوغ وألقي المطالع، بخلاف من يحايش هذه الفكرة ومن يعني يتعاهدها ليلا نهارا ويعايشها شتان، يعني سبحان الله شتان. أنت كقارئ تلاحظ هذا، إن القارئ هذا يعني سبحان الله لو معايش الكتاب لو معايش الفكرة، حتى ولو هو قصر في بعض القضايا، ولكن أنت تشعر أن في جهل في الكتاب، في جهل. يعني مثلا كتاب سيدنا العلامة الشيخ محمد عبد الخالق العظيم رحمة الله وصحيحه عليه دراساته وسلوكه، كتاب عملاق حقيقي، وكان 34 عام معايشة الكتاب وإنتاج هذا الكتاب. فسبحان الله، يعني حتى لما يأتي بتحرير معلومة أنت تستشعر وراء هذه المعلومة استقراء كبير ودراسات عظيمة وشيء سبحان الله. وهكذا العلم ينمو ويرمو، ليس بكثرة النقوم. الآن الإنترنت أتاح لنا والشاملة أتاحت لنا سهولة النقول الحمد لله، ولكن بعد هذه الإتاحة نحتاج إلى معايشة هذه النقول ومدرسة هذه النقول وتحري الصحيح منها والمزيف منها، ثم إعادة بلورة هذه النقول وإضافة بصمة من عقلك بلغة معاصرة عليها. قد تستطيع يا مشايخ، يعني حديث جريج عابد اللهم إن أمي وصلاتي، حديث في المناقب في آخر كتاب في كتاب البر والصلة صحيح مسلم، الإمام مسلم يعني فرض كل النبويات اللهم إن أمي وصلاتي. جريج عابد كان رجلا عبيدا وذهبت إليه أمه لتكلمه، فكان يقول اللهم إن أمي وصلاتي اللهم إن أمي وصلاتي، فقالت اللهم إن هذا جريج وأمي فلا تمته حتى تريه وجوه النسات عن الزواج. وطبعا يعني خلاصه القصه ان بني اسرائيل اتوا بامراه مقتتله من الاصنياف، وقالوا اذهب الى جريج بن تبتلين، فذهبت فاعرض عنها، فاتت راعيه غنم ومكنته لنفسها ثم ولدت، فقال لها من هذا؟ قال ابن الراعي، قال ابن جريج. فذهب الناس على فكره ابيهم بمساحيهم وكل شيء ليهدموا الصومعه عليهم. فنزل جريج بعدما هدموا الصومعه عليه، وقال اتني هنا، وقال واذا به يعني يطعن في بطن الغلام من ابوك؟ فنطق الغلام في المهد وقال انا ابن الراعي. فالشاهد ايه؟ بعدما كادوا ان يقتلوه قالوا نصنع لك صومعه من ذهب. ايه يعني استدلال هنا؟ إن في عندنا الآن كناحية معاصرة شيخ مولانا الله اسمه الهشاشة النفسية، مصطلح الآن معاصر، الهشاشة النفسية، مصطلح نفسي معاصر، إن الإنسان قد يقتل نفسه بسبب قول رجل فيه. الآن طلاب وأطفال يعني حتى للأسف بعض الحوادث على الإنترنت، إن مثلا أحد تنمر على فلانة مثلا قال لها أنت بدينة، ماذا تصنع؟ تمتحن. السبب من هذا الحديث جريج لم يعبأ به، قال لا بل ضعوها كما هي من التراب، وتركهم وظل يتعبد. يعني ما قال له حقيقة أنا كنت كذا وأنا عابد وأنا أعبد بني إسرائيل، وأنا ما قال له لا. هو عنده يقين أنه بينه وبين ربي لم يصنع هذا الأمر ولم يرتكب أي شيء، ويعلم علما يقينيا أن الله أن يبرئ ساحة هذا العابد، وإن كان هو حدث الخلل بسبب عدم إجابة أمه، أعلم مسألة البر، ولكن الإنسان إذا علم من قلبه ومن قناعة نفسه أنه بريء، فلماذا يتأثر بالواقع؟ الآن أصبح الواقع الناس يرضون من أجله ويحزنون من أجله ويسخطون من أجله، بل يميتون أعني أنفسهم من أجله بسبب هذا اسمه هشاشة نفسية. بيتأثر بسبب مدح الناس أو زي الناس، هذا إشكالية كبيرة. فقصة جريج العابد كمنزع للحديث يدلل أنه لا عبرة بمدح الناس ولا بذمهم. جريج لم يتأثر به لا مدحا ولا ذمها، كادوا أن يقتلوه، وفي نفس الحال أرادوا أن يصنعوا إيه؟ أن يبنوا له معبدا من ذهب. واضح يا مشايخ؟ وندلل أيضا على أويس بن عامر القرني أفضل التابعين على الإطلاق، لا
وذكر الإمام مسلم هذا في فضائله ومناقبه. يأتي عليكم رجل من مراد من كرم كان من أبر الناس أمي وكان به مرض إلا موضع فبرئ منه إلا موضع قد يدرها فمن رآه فليدعوه أن يستغفر له. فتخيلوا فرق هذه الأمة يطلب الدعاء والاستغفار من أويس بن عامر القرم. ولدرجة إن سيدنا عمر قال أكتب لك على عامر الكوفة، قال لا يا أمير المؤمنين دعني يا مولانا، يعني كأن لدرجة أكون في دهماء الناس، لم يتأثر بالكلام. تخيل هو يعلم أنه من أهل الجنة وبنص رسول الله، ويعلم أنه من أهل الشفاعة وأنه من المنزلة العالية وأفضل التابعين. الرجل لم يلتفت إلى هذه المكانة ولم يلتفت، بل حقق العمل فلم تؤثر فيه حتى بمن الذي يطلب منه. فرق هذه الأمة. فمسألة أن نظل أحوالنا وأقوالنا وكل شيء عرضة للقيل والقال، وأن فلان نراضي صنعته، لدرجة بعض الطلاب إذا لم يعين في الجامعة لا يؤمن بمسيرة العلم، بعض الناس إذا لم يمدح في هذا الصنيع لا يؤمن بمسيرة. من قال بهذا؟ وهل يلزم أن يرضى عنك جميع الناس؟ فانتزاع المعاني اللغة المعاصرة، يعني خير جريج العابد وربطناه بالهشاشة النفسية، أنا بقول لكم كنموذج عصري، وويس القرني وربطناه بال، فنحتاج إلى عاصمة العلم بلغة عصرنا. واضح يا مشايخ؟ ممكن يعني النصوص النبوية نستفيد منها في واقع عصرنا، بارك الله فيكم. أن نبكو بلغة عصرنا، ولكن غالب الطلاب ماذا يصنعون؟ يأتي قال العلم، قال النبو، قال ابن أوطار، قال ابن عمر، ويحسب أنه تهم. أنت ما صنعت، نقلت أقوالا، إنما أين المعايشة؟ أين فهم هذا الحديث في ضوء الواقع الحاصل؟ أين الاستفادة من السنة؟ هذا ما نحتاجه. يقول لك لسه ابتداء أزل، أنا ما لي مكان، أنا ما قرأت أصلا قول ابن أوطار. طالب الذي نقل لي أربع صفحات، قلت له أنا لي قول معي، هل يا ابني أنت قرأت هذه النصوص؟ قال لي أرجوك القول يا سيدي ما قرأت. قلت له ما صنعت حتى على الشملة وبقي الحديث بأدب الشروع، أقول قابل ليست وليس في المكان أبدع من مكان. وهذا خلل من شيء، يعني حتى ما قرأ ما يقرأ. وهذه إشكالية، نسأل الله العليم الفكرة. وخرج أبو عمرو بن عبد البر في أول التبجيل من طريق محمد بن خيرون، قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين، قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، وفي هذا الإسناد نظر. وخرج أيضا بالصحيح الأوزاعي، قال ما ذهب العلم إلا ذهاب الإسناد. وبإسناده عن ابن عون قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا. وخرج البيهقي من طريق علي بن حجر قال قال ابن المبارك لولا الإسناد لذهب الدين، ولقال امرؤ ما شاء أن يقول، ولكن إذا قلت عمن بقي. نعم بقي متحيرا. اقرأ المولانا. قال وسمعت ابن المبارك يقول ان الله حافظ الاساتذه على امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومن طريق الشافعي قال سفيان بن عيينه حدث الزهري يوما بحديث، فقلت هذه بلا اسناد، فقال الزهري اترقى الصفح بلا سلم؟ وخرج ابو بكر الخطيب من طريق مالك بن اسماعيل النهدي سمعت ابن المبارك يقول طلب الإسلام المتصل من الدين. ومن طريق هلال بن العلاء عن أبيه سمع ابن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسلام، فقال سفيان انظر إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. ومن طريق إبراهيم بن معتان قال المبارك مثل الذي يطلب دينه بلا إسلام كمثل الذي يرتقي الصفحة بلا سنة. ومن طريق ابن المديني قال أبو سعيد الحداد الإسناد مثل الدرج مثل المراوي، فإذا زلت رجلك عن المرقاد سقطت. وروى الفضل بن موسى قال بقية ذاك محمد بن زيد أحاديث
فقال ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد. وقال علي بن المديني قال يحيى قال هشام بن عروة إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته، فإن الرجل يحدث عن آخر دونه. قال يحيى فعجبت من فتنته. وقد روي عن ابن سيرين معنى ذلك أيضا، خرج مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وخرجه الحيلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن ابن سيرين، وزاد قال وذكر عند محمد حديث عن أبي خلابة فقال إن خلابة عبد الملك بن عمرو اقرأ منه فقال إنا لنتهم أبا خلابة ولكن عمن أخذه أبو خلابة. وفي رواية له أيضا عن ابن عون قال ذكر أيوب لمحمد حديثا عن أبي خلابة محمد بن سيرين اقرأ عن أبي خلابة قال فقال أبو خلابة إن شاء الله رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو خلابة. ومن طريق أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا حدثه الرجل الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك ولكن لا أدري من من بينكم. ومن طريق عبيد الله بن عمر ابن عمر قال قال محمد بن سيرين إن الرجل يحدثني بحديثي لا أتهمه ولكن أتهم من حدثه، وإن الرجل لا يحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم الرجل ولكن أتهم من حدثني. وذكر أيضا من طريق أن التيمية حدث عن ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذبه، فقال التيمي حدثنيه مؤذن لنا عن ابن سيرين. وخرجه غيره وعنده أن المؤذن سئل فقال حدثني رجل عن ابن سيرين. وروى الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال إني أسمع الحديث أستحسنه وما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به فيحدثه عمن لا أثق به. وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينه. خرجه ابن حبان وخرجه أيضا من كلام الحسن وأنس بن سيرين والضحاك بن مزاحم والنخعي، وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وخرج ابن عدي بالوجوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحسن ولا يصح منها شيء. وروى أبو نعيم من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال ابن المبارك ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث في شحة الرجال. وخرج الحاكم في المدخل بإسناده عن ضرة عن ابن شوكة عن قطر بن الوراق في قوله تعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث. وكل هذه النصوص من شيخ في إعلان الأسانيد وتعصيب الجناية قد يكون الفقه وتعصيب الجناية بمن هو القول أو بمن هو دونه، ونقف عند هذا القدر عن كلام الأئمة المتجدد. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم.